الصليب مش راحة، انت عاوز تيجي تحضر الاجتماع وتاخد، حلو قوي. انت عاوز تسمع كلام حلو عن ربنا، حلو قوي. مش ده الصليب، مش ده اللي هيكبرك. اللي هيكبرك في المسيح هو انك انت تحمل الصليب. ربنا نفسه قال كده، قال من يحمل صليبي ويتبعني يكون بالحقيقة ليا ايه؟ تلميذ، مش كده؟ ناس كتير عايزة توصل السماء وهي رامية فين؟ الصليب على جنب. عندي ابن صليب، انا زهقت من الولد ده. عندي زوجة صليب. ابونا بشوي كامل اول واحد صلح مفاهيم الصليب. اللي انا بقوله لكم ده غلط. مفيش زوجة صليب، مفيش ابن صليب، مفيش بنت صليب، مفيش خدمة صليب، مفيش حما صليب، مفيش مرض صليب. ابونا بشوي كان يقول ايه؟ الصليب هو الحركة الالهية الديناميكية اللي جوه اعماقك بتربطك بالسماء والابدية. حركة يومية، كل ما يقع على كتفك حمل تبص على المصلوب، تصلي، تاخد قوة، تدخل بيها العرش تبقى ابن. فاهمين؟ الخدمة مش صليب. الخدمة ده كتفك اللي اتحط تحت كتف الرب يسوع، وهو ايه؟ حاطط صليبه في جسماني. فانت ساند كتف الرب يسوع، فمتمتع بمعية مين؟ المصلوب. كان ممكن سمعان يقف كده يقول يا حرام، يا حرام على المرضى، يا حرام على الغلابة، يا حرام على الناس اللي سقطة، يا حرام على الناس التعبانة. لكن سخروه. مين اللي سخره واداله البركة ليحمل أعظم صليب في خلاص البشرية؟ الناس. فالناس ممكن تسخرك لتحمل صليب المسيح وتسند كتفه. ممكن أسخرك عشان تصلي معايا من أجل خلاص نفس موجوعة مات المسيح من أجلها. ممكن الله يسخرك من أجل صلاتك، من أجل زوجك، علشان في زوجك ده تقابلي الملكوت وتقابلي السماء، تدخلي بالعرش. ممكن أسخرك من أجل خدمة الناس. وكل اللي أنت بتحطيه ده أبدية، أنت بتحوشيها في السماء لما تطلعي ربنا يفاجئك بيها.